طلاب المدرسة الثانوية الإسلامية الثانية لمعهد التربية الحديثة للمحمدية بنشرة لامجد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية يكرم بها أهل الجنة، تحية تدخل القلوب سريرا وسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله، وبعد، أيها الأصحاب الأجباء وهيئة التحكيم الحكيم، الحمد لله لا يزال بإمكاننا اليوم أن نلتقي ونتشارك المعرفة حتى من أماكن مختلفة. وفي هذه الفرصة الجميلة سأتكلم أمامكم خطبة قصيرة بالموضوع التعليم في أثناء ما بعد الوباء. إخواني وإخواتي رحمكم الله، من أبرز التحولات التعليم في زمن ما بعد كورونا نتلمس بعضه والاتجاه المتصالح بقوة نحو استخدام التقنيات المتقدمة وإنشاء مزيد من البوابات والمنصات لمختلف مراحل التعليم، مثل تدبير أو تصدير ويبكس، لقاء جوجل وغير ذلك. ومع ذلك فإن هذا التغيير لا يخلو من المشاكل، ليس فقط من المدرسة وأولياء الأمور الذين قد لا يكونون مستعدين لمواجهة التغيير، لكننا كالطلاب أيضا كسالى في بعض الأحيان ونفتقر إلى الانضباط ونقص الحماس، وأيضا نقص الوعي بالمسؤولية الذاتية وحده. ربما بعض منا مقيد بالفعل بخصوص الإنترنت، لكن كن صادقا مع نفسك، هل هذا حقا هو السبب الرئيسي؟ أم لأننا مجرد قصارى؟ أيها الأصحاب الأحباء، كلنا خلفاء للأمة ومستقبل الأمة في أيدينا. إذا كنا قصارى، إذا لم نزرع المسؤولية والانضباط الذاتية، فماذا سيكون حال أمتنا في المستقبل؟ فلنقم بتصحيح النية ونضع حماسنا ونستغل وقتنا على أفضل الوجه، فإن شاء الله على الرغم من أننا لا نستطيع التعلم في الظروف العادية، لا يزال بإمكاننا تحسين مواهبنا وقدراتنا من خلال الاستمرار في التعلم قدر الإمكان. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل صغرك، وحياتك قبل موتك. رواه النسائي وبيهقي. فيا أيها الشباب في نفس الوطن، لا تتكاسل ولا تمات. لا نعرف ما الذي سنواجهه في المستقبل، لذلك يجب أن نعد أنفسنا حتى لا يأتي الندم في المستقبل. طيب أصدقائي، اكتفيت هنا خطبتي، وإن وجدتم مني الأخطاء أرجو منكم العفو. شكرا على حسن اهتمامكم.